اخلاقي الى قبيلة مطير ميم طاح ابو عطاء، وتحياتي وشكر خاص الى نواب قبيلة مطير، بيض الله وجيكم. بس انا اعتب عليكم وخصوصا صالح الشلاحي، يا صالح الشلاحي لا اصيدك تسمعني، يسمعوني مطير، انا ما دريت على لباس العمامة وانا بن عطا. صالح الشلاحي لا اصيدك يوم انك تطق ابن حلالة، ها انت تطق ابن حلالة بالمجلس، لا اصيدك، لا اصيدك يا صالح الشلاحي، قسم بالله العظيم ان صدتك والله العظيم لحب خشمك، والله ثم والله لحب خشمك يا منك تطق رخامة العوازم. ليه ما تدري انه يمثل القبيلة بالرخامية؟ ليش ما تدري انه وكيل قوة هذا بالحرس قبل؟ ها ليش يا منك تطقه؟ بسيطة يا صالح الشلاحي، لا اشوفك، لا اشوفك، نصيحة، لا اشوفك، انا ترى بصباح الناصر قسما بالله لا اصيدك يا صالح الشلاحي، قسما بالله العظيم ان صدتك يا صالح الشلاحي، والله لحب خشمك. شوف والله انا حلفت وشهدوا يا مطير، الوجه من الوجه ابيض، ترى ان صدت صالح الشلاحي وهو طاق ولد عمي قسم بالله لحب خشمه، فاهمين؟ لا يمطق ولد عمي، هذا ممثل قبيلة العوازم بالرخامية، من كثر ما هو رخامه عطاه الغانم فلوس عادي.